حضور الكريم، إننا والله في هذه الأمسية سعداء أيما سعادة، إذ أننا حضور في تخريج طلبة يحفظون كتاب الله جل وعلا، وما أعظمه وما أجله وما أعظم العظماء وأكثرهم، ولكن أعظم العظماء هم الذين يحفظون كتاب الله جل وعلا، ولذلك خصهم الله بخصائص كثيرة وعظيمة في الدنيا وكذلك في الآخرة، ولذلك الحافظ يقدم على الناس في صلاتهم، وكذلك يقدم كذلك عند الموت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما كثر الموت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الحافظ في اللحد على غير الحافظ، وكذلك يقدم يوم القيامة، فيقال لقارئ القرآن أرقي وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر